يسعد هالمساء، مكملين معاكم اكسترا تايم لهالليله، واكيد مواضيع منوعه رح نبلشها ونحكي عن اخر اخبار تحضيرات المنتخب الوطني لمواجهه سوريا وديا، اخر الاستعدادات، اخر الاخبار في الكواليس. نتحدث ايضا عن موضوع تاجيل الدوري، ايضا اخبار تقول ان هناك تاجيل للتصفيات الاولمبيه التي سيشارك فيها المنتخب الاولمبي. اذا العديد من المواضيع ستكون حاضره معنا لهذه الليله مع محلل رؤيا المحلل الرياضي القدير الكابتن خالد الخطاطبة. الله يسعد هالمساء ابو كريم. مساء الخير، كيف امورك؟ الله يخليك. خبر منيح، تاجيل التصفيات ناقصه الواحد هو الاتحاد مش عارف شو بده يعمل والله. اكيد راح نحكي الاتحاد الاسيوي، اكيد راح نحكي اكثر عنه، لكن راح نبلش معاكم فقره شارك او سؤال شارك عفوا لهالليله. سؤالنا: ما هي توقعاتكم لمباراة الأردن وسوريا؟ الإجابة الأولى فوز الأردن، الإجابة الثانية فوز سوريا، الإجابة الثالثة التعادل. إذن هذا هو سؤال شارك لهذه الليلة عبر تطبيق رؤية، السؤال الخاص بشارك الخاص بإكسترا تايم. أكيد يعني النتائج راح تكون معنا أول بأول، وكل ناتج من تصويتكم عبر هذا السؤال بانتظار مشاركاتكم معنا. كابتن، إجابتك على هذا السؤال، من تتوقع يفوز؟ بتوقع فوز منتخبنا ان شاء الله. تتوقع يعني فوز منتخبنا قياسا في جاهزيه اللاعبين المحترفين، وقياسا في ظروف المنتخب وظروف المنتخب السوري الشقيق، اكيد يعني الكفه بتميل لصالح منتخبنا. طيب كابتن، نحكي بشكل عام، نعرف المنتخب دخل بمعسكر الان تحضيري، المحترفين على التوالي عم بوصلوا للمنتخب، لكن تجمع كامل لحد الان ما صار. احنا يعني لازم نقر انه تجمع المنتخب هذا مش لبناء منتخب او لبناء فكر تكتيك جديد بالنسبه للجهاز الفني الجديد، بالنسبه للاعبين هو تجمع فقط لخوض مباراه لمنتخب سوريا ومنتخب السعوديه، مش ل يعني تطبيق فكر المدرب او اعطاء المنتخب مسحه فنيه جديده، لانه المده محدوده وفتره قصيره زي ما انت شايف، 3 أيام تفصلنا، يعني تفصل تواجد المحترفين عن مباراه سوريا. ف عشان هيك انت بتلاحظ انه المنتخب استدعى 11 محترف كلهم جاهزين، اجوا من قطر ومن السعوديه ومن البحرين ومن الكويت، هذول اللاعبين جاهزين يعني جايين من مباريات مباشره على المنتخب، بعكس لاعبتنا اللي اختاروهم للمنتخب المحليين تقريبا يعني اغلبهم مش بالفورما، يعني استثني الاربعه اللي في الوحدات والجزيره اللي بيشاركوا اسيويا تقريبا هم الاجهز، البقيه ما اعتقد انهم جاهزين بمستوى جاهزيه اللاعبين المحترفين. نعم. فبالتالي يعني المفروض والمنطق بيحكي انه المحترفين هم اللي يشكلوا العمود الفقري للمنتخب امام سوريا وامام السعوديه. نعم كابتن خالد وجميع الاصدقاء، تقرير عن اخر تحضيرات المنتخب الوطني وهي الاجواء وهذا المعسكر في التقرير التالي. دخل منتخب النشامى مرحلة الإعداد الجدية لمواجهة نظيره السوري ودياً الخميس المقبل على ملعب الملك عبد الله في القويسمي، في أول مباراة ودية له استعداداً لتصفية كأس العالم وآسيا المشتركة. وتدرب النشامى اليوم لأول مرة بصفوف مكتملة بعد اكتمال وصول المحترفين، حيث باشر أحمد عبد القادر المدير الفني للمنتخب بوضع الخطط الرئيسية للمرحلة المقبلة، ومن ضمنها مواجهتي سوريا والسعودية. واكتمل عقد اللاعبين بالتحاق محمد مصطفى ومحمد أدميري وحمزة الدردور وعدي الصيفي، وكان أحمد هايل وأنس بن ياسين وإبراهيم الزواهري قد فعلوا ذلك مسبقا. وسيدخل منتخب النشامى في معسكر مغلق اعتبارا من مساء اليوم تحضيرا للمواجهة المقبلة، والتي يسعى من خلالها إعادة الروح للمنتخب الوطني وتحقيق الفوز الأول منذ آخر 16 مباراة خاضها المنتخب ولم يحقق فيها أي فوز. وستكون مهمة الجهاز الفني المحلي تحت أنظار الشارع الرياضي الذي ينتظر ماذا سيقدمه في المرحلة المقبلة، وخصوصا أن الجماهير تبحث عن مستوى فني مغاير لمرحلة ري ويلكنز المدير الفني السابق للمنتخب الوطني. إذن مواجهة ينتظرها النشامى لتكون الخطوة الجديدة في مسيرة المنتخب. أبو كريم، طبعا النشامى اليوم لأول مرة بتدربوا بشكل كامل بصفوف كاملة، إذن الأجواء الجدية
بالنسبة للكابتن أحمد عبد القادر بلشت من اليوم، فتصورك يعني لهذا الموضوع؟ يعني خليني أحكي أول شيء عن، أنت حكيت كواليس المنتخب، خليني أعطيك الكواليس. يلا حابين نسمع إحنا شو بدنا في المنتخب. أول شيء يعني في المنتخب هم معسكر اليوم في فندق، في فندق اللاعبين يمكن لهم عتب على الاتحاد إنه نزلهم على فندق أقل بدرجة من اللي كانوا يعسكروا فيه أيام حسام حسن، فكانوا هم بتمنوا إنه يكونوا في معسكر أفضل. ثانيا المنتخب يعني الجهاز الفني والإداري وبشكل عام مبسوطين من عامر شفيع كقائد للمنتخب، يعني بريحهم، بيقوم بدور القيادة غير داخل الملعب، خارج الملعب في الفندق من خلال عمل كل شيء بتعلق باللاعبين والانضباط، وهي جميل. يعني شغلة إيجابية وأنا سمعتها. ثانيا اليوم يمكن اللاعبين أمضوا ساعة أو ساعة ونص هم يتفرجوا على مباريات ريال مدريد وبرشلونة بناء على طلب الجهاز الفني، يعني عشان يتعلموا جانب يمكن الضغط على اللاعب المستحوذ على الكرة، هاي فنية من أهداف المباراة. تقريبا ساعة يحضر مش مباراة الكلاسيكو الأخيرة، مباريات كثيرة لبرشلونة وريال مدريد، فهاي كانت هاي آخر الأخبار اليوم، يعني هذا كله مساء اليوم كان للمنتخب. شو وضع الخسارة صحيح؟ ما دام جبت سيرة ريال مدريد تفضل. مضطرين نستنى السنة الجاية ريال مدريد. ما باخذ دوري يعني؟ لا ما أعتقد خلاص. طيب ماشي كابتن. إذا محمد مصطفى، الدميري، الدردور، عدي الصيفي، أحمد هايل، أنس بن ياسين، إبراهيم الزواهري، طبعا إلى باقي اللاعبين اللي التحقوا بالمنتخب، المعسكر المغلق وإنذار الشارع الرياضي طبعا، عم تستنى إيش ممكن المنتخب والجهاز الفني يعملوا لقدام؟ الجهاز الفني واللاعبين يعني عليهم مسؤولية كبيرة قدام الجمهور، لأنه إجوهم في وضع صعب، يعني الجمهور محبط من نتائج المنتخب في الفترة الأخيرة خاصة في نهائيات آسيا. صحيح. فبتطلع الآن مع وجود الجهاز الفني المحلي اللي ياما نادى فيه ناس كثير سواء إعلاميين أو من الشارع الرياضي، إضافة للاعبين الموجودين، فالمطلوب منهم يعني تغيير الصورة وإعطاء يعني لمحة من التفاؤل للشارع الرياضي حول المستقبل، تصفيات كأس العالم والتصفيات الآسيوية وهي الأهم اللي بنطمح إله الآن. فاللاعبين يعني أمام تحدي حاليا، والجهاز الفني أمام تحدي أكبر، لأنه المباراة سوريا بالنسبة لهم أهم من أهميتها للاعبين، لأنهم بدهم يثبتوا أنهم جهاز فني محلي فعلا على قدر المسؤولية. أيضا اللاعبين بتطلعوا لهاي المباراتين بأهمية كبيرة من ناحية التصنيف، لأنه إحنا بنسعى للفوز عشان تحسين التصنيف المنتخب، أيضا من أجل إعادة الهيبة للنشامة في المباريات الجاية. وأنا أعتقد أنه بحسب أجواء المعسكر أنه في تفاؤل، في معنويات، في رغبة في تحقيق الفوز على سوريا وعلى السعودية من ناحية المعنوية على أقل تقدير. طب كابتن، إذن عدة عوامل، اللاعبين، الخروج من النتائج السلبية، وأيضا الحالة السلبية اللي كان عايشها المنتخب الوطني، ومهمة الجهاز الفني الجديد القديم بنفس الوقت، يعني انتشال اللاعبين من هذه الحالة، وأيضا كما تحدثت إعادة الهيبة للمنتخب الوطني، فهي عوامل شوي صعبة ممكن تشكل دافع إيجابي، وممكن أيضا بنفس الوقت تسبب ضغط. هي المفروض تكون عامل إيجابي، لأنه يعني إحنا بنلعب يعني بعيد عن حسبة النقاط، بنلعب يعني مع الاحترام للمنتخب السوري مع منتخب ظروفه شوي صعبة، يمكن فنية ما يكون جاهز أو حتى بدنيا، فهي فرصة تحقيق فوز معنوي. لاعبتنا أيضا جاهزين بشكل يعني نقدر نحكي 95% اللاعبين المحترفين بدنيا وفنيا جاهزين، فقط يتبقى على الجهاز الفني أنه خلال الأيام اليومين الجايات أنه يرفع درجة الانسجام بين اللاعبين، وهو المطلوب، مش مطلوب من اللاعبين يبتكروا إشي جديد، يلعبوا اللي عندهم ضمن الخطة اللي رايح يوضعها المدرب. ما أعتقد أنها تكون إشي جديد، لأنه إذا أنت بدك تطبق إشي جديد بدك أسابيع من التدريبات وبدك مباريات ودية أكثر، فهذا العامل النفسي والمعنوي في هيك حالة أنا بعتقد راح يلعب دور كبير في تحقيق. طيب كابتن خالد والأصدقاء، خلينا نشوف الجهاز الفني للمنتخب الوطني وماذا تحدث لكاميرا رؤيا، وبنتابع بعد ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي العزيز، أول شيء اللاعبين زي ما تفضلت أنه اليوم اكتملوا، عرفت علي، يمكن آخر يومين هم اكتملوا فعليا، كنا بسبع لاعبين نتدرب، يوم 18 شهر دخلوا لاعبين الوحدات والجزيرة، بعد هيك انتظرنا ليوم 22-23 شهر لاكتمل النصاب. بصراحة هي فترة، الوقت ضيق،
لكن يعني ان شاء الله انه بنقدر نتغلب على هاي الظروف. لاعبين عازمين على اعاده الكره الاردنيه لنصابها الصحيح، وان شاء الله احنا بنكون خير مساعدين لهم انا والجهاز الفني المعاون. لكن انا بحكي لك انه يعني هاي الفتره صحيح راح تكون يعني فيها ضيق من الوقت، لكن تعرف مفروض علينا ويجب علينا انه نصالح الجماهير الاردنيه اللي هي فترة طويلة يعني فقدت الثقة بعد خسارتنا السابقة يعني في فترة الاستعداد لنهائيات آسيا وفي نهائيات آسيا، فبتطلب جهد كبير من اللاعبين يرجعوا الناس اللي بيحبوهم والناس اللي بيريدوهم والناس اللي يعني كانوا يفتخروا فيهم انه يرجعوا لهم الكرة الأردنية على الطريق الصحيح، فهذا مهم جدا جدا عرفت علي، بالإضافة إلى إعادة الثقة بأنفسهم إن شاء الله إنه بكون خلال المباراتين هذول بكونوا على يعني إن شاء الله بنأدي أداء عالي فيهم وبنكون يعني حققنا النتيجة إن شاء الله. اليوم أول تجمع للمنتخب إجوا كل اللاعبين المحترفين في الأندية، مش غريب عني وعن الكابتن أحمد عبد القادر معرفة إمكانيات وقدرات ومستويات لاعبينا اللي كانوا في الدوري الأردني أو في الدوريات الخارجية، تابعنا كل مباريات جميعها في الدوري السعودي والبحريني والدوري الكويتي، عارفين قدرات لاعبينا كما يتطلع الجمهور أنا أتطلع قبل الجمهور لإعادة البسمة والهيبة والمتعة لجمهور الجمهور الأردني الذي طالما اشتاق. نحن كنا قاب قوسين أو أدنى من ضمن العالمية في العام السابق، لكن بإذن الله تعالى إن شاء الله سنكون في العالمية في كأس العالم القادم. إذن كابتن خالد، تصريحات الجهاز الفني وواضح نفس الكلام اللي كنا نحكي فيه كان محور حديث الجهاز الفني. يعني ما في اختلاف على أنه فترة الإعداد قصيرة للمنتخب، وبرضه ما في يعني خلاف على أهمية المباراتين، يعني تحقيق الفوز في على سوريا وعلى المنتخب السعودي، لأنه الفوز في هاي المباراتين راح يعطي ثقة للجهاز الفني ويعطي ثقة للشارع ويعطي ثقة للاعبين. أما لا سمح الله إذا خسرنا المباراة أو مباراتين، شوف المرحلة ما بعد المباراتين شو راح تكون، راح تكون تشكيك ثقة، مطالبات بإقالة الجهاز الفني، مطالبات باستقطاب لاعبين، بإقالة بإبعاد لاعبين، فراح يصير بلبلة قريبة من أول مباراة إلا في تصفيات كأس آسيا وكأس العالم، فهذا بيأثر على المنتخب. ففوزنا في هاي في المباراتين هذول مع السعودية وسوريا بعطينا فترة راحة وفترة مثالية لفترة إعداد أطول خلال الفترة الجاية، براحة نفسية وفي ظروف أفضل حتى أنه نصل ل 11/6 وإحنا مرتاحين وقادرين على تحقيق أول انتصار في رسمي في عهد الجهاز الفني. إن شاء الله. الله يسمع منك كابتن خالد. أيضا ردود أفعال نجوم المنتخب الوطني خلال التدريبات، بنشوف هالمقابلات وبنرجع بنكمل. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، يعني التجمع هذا بقيادة الكابتن أحمد عبد القادر، يعني مدرب على قدر المسؤولية، والشباب يعني حسن اختيارهم يعني كان مناسب، وإن شاء الله يعني ناويين نرجع سمعة الكرة الأردنية إن شاء الله للأمام، وندعو الجمهور الأردني يكون معنا ويكون مساندنا، وإن شاء الله نحقق نتائج طيبة إن شاء الله. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، زي ما أنت حكيت في مباراتين مهمات على التصنيف أمام سوريا ومنتخب السعودي، إحنا فترة التجمع هي فترة قليلة يعني ما لحقنا نشتغل فيها شغل كبير، يعني هاي نقطة مهمة، فإن شاء الله اليوم هو أول تجمع تقريبا لجميع المحترفين واللاعبين المحليين، نتمنى أنه نبذل أقصى مجهود في هاي المباراتين عشان نرجع التصنيف أحسن نسبيا، وإن شاء الله ربنا بوفقنا ونقدم نتيجة طيبة في المباراتين. شو تحكي للجماهير الأردنية قبل هاي المباراة الودية؟ أول شيء نقول جمهور الأردن هو جمهور متابع وبحب دائما يشوفنا بأحسن صورة، نوعدهم أنه نقدم الأفضل ودائما أنه نظهر صورة لمنتخبنا صورة جيدة أمام الجميع ونقدم أفضل ما عندنا إن شاء الله. يعني إن شاء الله إحنا عندنا زي ما بتعرف مباراتين وديات مع المنتخب السوري والمنتخب السعودي، يعني إن شاء الله نكون فيها بداية يعني بداية خير لتصفيات تصفيات كأس العالم تصفيات آسيا، إن شاء الله نكون عن قد حسن الظن بقيادة المدير الفني الكابتن أحمد عبد القادر ومساعد الكابتن إسلام ديابات زي ما بتعرف مدربين محليين، بس إن شاء الله يعني نمشي الأمور على خير، إن شاء الله اللاعبين نكونوا على قد الهم إن شاء الله في المباراتين الوديات القادمتين.
كابتن خالد، طبعا من خلال لقاءات النجوم، المحور الأول هناك دور للجماهير في الفترة الحالية، المحور الثاني في كلام من اللاعبين عن الجهاز الفني المحلي. حلو أنه حتى اللاعبين يكون عندهم من الداخل حب العطاء لإنجاح هذه المهمة أيضا. الفكرة الرئيسية اللي استنتجناها من حكي اللاعبين أنهم هم شعرين بالذنب بالدرجة الأولى، يعني عارفين أنه الشارع الرياضي زعلان من نتائج المنتخب في الفترة الأخيرة في نهائيات آسيا، خاصة أنه كثير من الجماهير كانت تطلع على نتائج أفضل بكثير من اللي صارت. فاللاعبين شعرين أنهم ما قدموا المطلوب، فعندهم دافع وحماس أنهم يغيروا الصورة في المباريات الجاية حتى لو كانت مباريات ودية. فهذا كمان يعني ممكن تكون لغة تصالحية مع الجمهور، وهذا يمكن المفروض انه يعني يدفع الجمهور لحضور مباراة سوريا وتشجيع المنتخب في مباراة السعودية من خلال يعني الحكي عن المنتخب وزيادة الاهتمام. هذا كله بأثر نفسيا ومعنويا على اللاعبين. احنا نتمنى انه فعلا يوم الخميس يكون في فوز معنوي على المنتخب السوري، ونتمنى انه يكون يعني عدد مقبول من الجمهور في المدرجات حتى انه يعطي الثقة للاعبين، وننطلق أمام السعودية بمعنويات عالية، ومن ثم يبدأ زي ما بيحكوا العمل الجدي للتصفيات كأس آسيا وكأس العالم. طيب بالمناسبة بالحديث عن المنتخب الوطني، نشوف شوية من مشاركات أصدقائنا على صفحتنا على الفيسبوك رؤيا سبورتس. عدي سبع العيش، برأيك هل المنتخب الوطني يبحث عن النتيجة في المباريات الودية القادمة أم عن الأداء؟ سائد رحال، الله يسعد مساك سائد. أحمد أبو نادر الدردور أيضا عم بحكي مساء الخير لضيفك الكريم، بالتوفيق للمنتخب. يزن العبابنة عم بحكي نتمنى من المنتخب أن يظهر بصورة إيجابية على عكس النتائج مع المدربين السابقين، وأعتقد مع توليفة اللاعبين الموجودين حاليا في التشكيلة أن المنتخب قادر على تحقيق الإنجازات. وسيف أفريحات، يسعد مساك سيف، عم بحكي بنتمنى أن المنتخب يتوفق في هاي المباراة. ونسرين العمري، الله يسعد مساكي، أنت منور دائما. محمد رحال بحكي التوفيق للمنتخب الوطني. وغيث شاهين بهنيكو على هالبرنامج، احنا بنهني حالنا فيك وفي كل الأصدقاء يا غيث، كل الشكر لكلامك. بشار الصقار عم بحكي تأجيل الدوري ذبحنا. عامر الوردات بالتوفيق للمنتخب، وأنا بمسي عليك طبعا كمان. ومالك فريحات، يسعد مساك مساء الأستاذ خالد. أحمد بن ياسين أيضا بمسي علينا، وأيضا الجمل يوسف الجمل عم بيحكي منور، وأنت النوارة طبعا. صقر الخطيب، الله يسعد مساك صقر، كل الشكر لكلامك الأكثر من رائع. أيضا مؤيد الكوز عم بحكي بكل صراحة المنتخب خسر عدة لاعبين مثل شادي أبو هشاش، عامر ديب، عدم استدعائهم كان خطأ، وبالنسبة لاعتزالهم الدولي مخسر كبير للمنتخب في ظل عدم وجود صانع ألعاب بمهارة وخبرة عامر ديب، أو بالنسبة للموقع اللي بلعب فيه شادي أبو هشاش. يمكن أحمد عبد القادر حكى اليوم عن موضوع استبعاد اللاعبين، حكى يعني موقفه، برروا أنه نتطلع إحنا ل 2018-2019 فترة بعيدة، فعشان هيك لازم يتم الاستعانة بلاعبين الشباب. وجهة نظر المدرب، يعني وجهة نظر تحترم. يعني أما إذا أنا بدي أحكي رأيي، مثلا أنا بصراحة أنا بهمني حاليا مرحلة التصفيات. أنا لو بتعاون، يعني أنا شخصيا لو بتعاون مع أي لاعب كبير إن شاء الله يكون عمره 38-39، إذا بقدر أستفيد منه لفترة التصفيات وبعد التصفيات أبعده، ليش لا أستفيد منه. فهي يعني كلها آراء، ومين ما كان أي مدرب لازم يكون في عليه حكي عشان الخيارات. نعم. إذن على الجانب المقابل، المنتخب السوري الذي سيواجه النشامة، التحضيرات وآخر الأخبار عنه في التقرير التالي. سيخوض المنتخب السوري تدريبا واحدا قبل مواجهة النشامة الخميس المقبل، وذلك بسبب تأخر وصول البعثة إلى عمان التي وصلت مساء اليوم بعدما كان مقررا أن يكون يوم أمس. المنتخب السوري الذي يبدأ استعداده أيضا للتصفيات المقبلة بمواجهة المنتخب الوطني، استدعى مدربه فجر إبراهيم 26 لاعبا للمرحلة المقبلة، فيما لم تضم القائمة هداف الأهلي السعودي عمر السومة لأسباب إدارية.
وضمت تشكيلة المنتخب السوري العديد من اللاعبين المحترفين في الدوريات الخليجية أمثال علاء الشبلي وسنحريب ملكي ومارديك مارديكيان. وأيضا يبرز من المنتخب السوري أحمد كلاسي محترف نادي سراييفو البوسني، وحمدي المصري وبرهان صهيوني المحترفين في الدوري العراقي. ويدرك فجر إبراهيم أن منتخبه في بداية مرحلة إعداد صعبة، ومواجهة النشامى ستكون مفيدة لهم حيث يسعى من خلالها لإعادة الفريق لأجواء المباريات بعد توقف طويل جراء صعوبة التجمع وأيضا خوض مباريات بسبب الأوضاع في سوريا. وسيواجه المنتخب السوري عقب مواجهة منتخبنا الوطني المنتخب الطاجكستاني في نهاية الشهر الحالي. كابتن، إذن تدريب واحد قبل مواجهة المنتخب الوطني بالنسبة للمنتخب السوري، والاعتماد بشكل واضح أيضا على المحترفين الجاهزين. يعني كلنا بنعرف الظروف اللي تمر فيها سوريا وبتأثر أكيد على الكرة السورية، فعشان هيك كان يعني خيار المدير الفني فجر إبراهيم التوجه نحو المحترفين، وهو خيار أنا بعتقد ممكن يتغلب فيه على قصر أو سوء فترة الإعداد اللي بمر فيها المنتخب السوري. فالمنتخب إذا بتستعرض لاعبي في عدد كبير من لاعبين محترفين جايين من دوريات خليجية ودوريات أخرى، فهذول اللاعبين جاهزين للعب اللي بنقص هذا المنتخب زي ما بنقص منتخبنا، هي فترة الانسجام والتوليفة في المباريات. ومباراة مع طاجكستان ومباراة سوريا مع الأردن هي فرصة لإعادة الانسجام للفريق. فأنا بعتقد زي ما منتخبنا بيعتمد على اللاعبين المحترفين في الخارج، المنتخب السوري أيضا راح يلعب في هذا الخيار وهو الاعتماد على المحترفين. في ظل هذا الكلام، إذن المنتخب السوري لن يكون لقمة سائغة بالنسبة للمنتخب الوطني؟ لا بالتأكيد، يعني هي دائما المباريات بين الأردن وسوريا يعني لها طابع خاص وفيها جانب تنافسي كبير، فهاي كمان المباراة أنت تنساش في هاي الوضعية لاعبين المنتخب يعني جايب 26 لاعب كلهم بتنافسوا انهم يحجزوا مقاعدهم، فهذا بنعكس ايجابا على الاداء. الكل بده يثبت نفسه والكل بده يمثل المنتخب في التصفيات، لانه اي لاعب ما بثبت نفسه راح يخرج خارج التشكيله. هذا بيعطي اللاعبين دافع انهم يبذلوا يعني كل جهد واكبر جهد في المباريات حتى يظلوا مع المنتخب. نعم، إذن هذه آخر أخبار، آخر تحضيرات المنتخب الوطني والمواجهة المرتقبة الودية مع المنتخب السوري. كل التوفيق، وأيضا نتمنى الفوز للمنتخب، نتمنى من كل الجماهير الأردنية تكون موجودة مع المنتخب، تساند المنتخب، والآن المنتخب ونجوم المنتخب بحاجة لدعم الجماهير في هذه الفترة، وأيضا الجهاز الفني المحلي بحاجة لدعم الجماهير الأردنية في الفترة المقبلة. كل التوفيق للجميع. الدوري وما أدراك ما الدوري الأردني، فقرة التأجيل راح نبلش فيها. إذن يعني العديد من التداعيات تحصل جراء هذا التأجيل، نتحدث أكثر عن هذا الموضوع، لكن بنشوف التقرير اللي بيستعرض موضوع التأجيل والتداعيات وبنكمل. لابد أن قضية تأجيل دور المحترفين بسبب مشاركة المنتخب الأولمبي بالتصفيات الآسيوية ومشاركة ناديي الوحدات والجزيرة ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي ستأخذ منحنيات أخرى، وخصوصا أن الأندية الغير معنية بقرار التأجيل أبدت اعتراضها على القرار كونه يضرها. واجتمع عدد من الأندية على رفض القرار وضرورة استكمال الدور في وقته، وأرسلت عريضة إلى اتحاد الكرة طالبة بإعادة النظر بالقرار. وسيدرس اتحاد الكرة تداعيات القرار بعد رفض بعض الأندية له، ولكن على ما يبدو أن الاتحاد سيبقى على قراره في حال لم تطرأ مستجدات على تصفيات المنتخب الأولمبي الذي لم يحدد الاتحاد الآسيوي مكان إقامتها بعد. ويبدو أن قرار تأجيل الدوري بدأ يتفاعل رسميا بالاتحاد، حيث قدم سليم خير نائب رئيس لجنة المسابقات استقالته من اللجنة احتجاجا على قرار الاتحاد، ورده لتوصيات لجنة المسابقات باستكمال الدوري بدون لاعبي المنتخب، وهو الأمر الذي أيده فيه عدد من الأندية. الساعات المقبلة ستشهد احتمالات جديدة بما يخص مصير دوري المحترفين، وأيضا الاستماع لآراء الأندية. كابتن خالد، في الآخر الموضوع صار وجعة راس، يعني يوم نأجل يوم نأجلش، يوم الأندية يعني
بتعترض على هذا الموضوع، الاتحاد بيطلع ثاني يوم بيحكي انه ما حداش اعترض ومشت الامور تمام. امبارح سعادة المهندس صلاح صبرة تحدث انه الانديه بالاجماع وافقت على موضوع التاجيل على النقيض تماما. معالي سليم خير قدم استقالته من لجنة المسابقات، وهناك اخبار عن يعني تقديم عريضة اعتراض للاتحاد حول هذا التأجيل من الأندية اللي مش معنية بموضوع لعيبة الأولمبي. فبرأيك يعني أنا الصورة استغربت تصريحات الاتحاد عبر المهندس صلاح صبرة إنه الأندية ما اعترضت، وعبر إكسترا تايم وفي عندكم مبارح يعني بيحكي إنه الأندية ما اعترضت، يعني واضحة للعيان للكل إنه الأندية مش الأندية طالع صوتها، يعني متضايقة كثير كيف ما بتعترض. يعني امبارح بلش نادي الحسين، رئيس نادي الحسين جمال أبو عبيد باستمزاج رأي 10 أندية على توقيع على عريضة يطالبوا فيها يعني بالغاء القرار والبحث عن مخرج آخر يعني أقل ضررا بالأندية. فبلشت وأنا كنا اليوم نحكي في هذا الموضوع تقريبا يعني 10 أندية كلها موافقة على التوقيع وتقديم عريضة للاتحاد، فالأندية يعني فعلا متضايقة من هذا القرار. هذا القرار أنا بعتبره مدمر بالنسبة للكرة الأردنية، لو تسمع شكاوي اللاعبين وتسمع شكاوي الأجهزة الفنية، يعني المدراء الفنيين صاروا فنيين وصاروا إداريين، صاروا يداروا اللاعبين يروحوا لهم على بيوتهم يحلوا مشاكلهم يصبروهم عشان الأمور المالية الكل بعرف فيها. فهذا التأجيل يعني فعلا كان مدمر لكل الأندية، يعني حتى طيب مدمر من أي ناحية كابتن خالد؟ من ناحية من مالية، من ناحية فنية، من ناحية مالية الاتحاد بيحكي ما في ضرر على الأندية لأنه المفروض هو بشهر 5 ينتهي، فالتأجيل راح يكون بشهر 5. من ناحية المادية فيها ضرر نسبي أكيد، بس هي الضرر الأكبر فنيا، أنت بتأثر على الأندية وبتأثر على الكرة الأردنية بشكل عام. يعني فترة التوقف بتبعد اللاعبين، بتأثر علينا كجمهور كمان، مش بس على الأندية، يعني شيء طبيعي انه الجمهور يبعد لما كل فترة انت تأجل، يعني غاب الحماس غاب التنافس بين الأندية. فنيا يعني انت لما تتدرب، لما اللاعب يدخل الموسم في 5 أو 6 أو 10 فترات إعداد، يعني اللاعب كمان بزهق. يعني في لاعبين بيقول لك يمشوا الدوري، والله لو نخسر احنا شو ما كان بدنا نخلص من الدوري، ليش؟ لانهم ملوا. المدربين ايضا مش عارفين، يعني لحظه اجتماع لجنه الطوارئ في اتحاد الكره كانوا كل المدربين على اعصابهم يترقبوا، يسالوا بعض، يحكوا مع الصحافه، يحكوا مع الشارع شو صار في الاجتماع، لانه على بناء على هذا القرار بدهم يعيدوا جدوله تدريباتهم. يعني كثير من الانديه لما طلع قرار الاتحاد بالتاجيل لغوا التدريبات، في انديه اعطت اجازه للاعبيها، في انديه لغت المباريات الوديه، في انديه عادت يعني استراحت ما كانت رافعه الحمل التدريبي لانه اقترب من المنافسات الرسميه، هسه بدها ترجع. يعني هاي امور فنيه يمكن اذا بدنا نخوض فيها بدها حلقات، بس يعني من الناحيه الفنيه تاجيل الدوري وكثر تاجيل الدوري والتوقفات هي مقتل للانديه من الناحيه الفنيه على وجه التحديد. طيب طبعا المصادر وخبر حصري كان عبر رؤيا اليوم وعبر اكسترا تايم موقعنا الالكتروني. النية لدى الاتحاد الاسيوي تاجيل التصفيات لعشر ايام اخرى، فهذا يعني انا ما في عندي معلومه يعني رسميه، بس انا اللي فهمته اللي تورد لي انه يعني الاتحاد الاسيوي عم بيستمزج راي الدول المجموعه الاردن وقزاقستان والكويت، انه لأنه ما في دولة قابلة تستقبل التصفيات أو تنظم التصفيات، فالكل رافض استقبال التصفيات. فالاتحاد الآسيوي بلش يستمزج رأي الدول أنه يعني ممكن نأجل كمان أسبوع كمان 10 أيام التصفيات حتى نبحث عن دولة، يمكن خاطبوا الإمارات، يمكن خاطبوا ماليزيا عشان يستضيفوا الإمارات حاليا هم. فإذا أنت أخذت يعني موافقة الإمارات كمان بدها فترة، بدها أسبوع، بدها 10 أيام حتى تستعد لاستقبال الفرق وتصدر تأشيرات للفرق المشاركة. فهذا هم كابتن خالد بلغوا الاتحاد الأردني رسمي أنهم عم بنتظروا رد الإمارات منهم. يعني لو صار تأجيل في هاي الفترة فعلا، فيعني الاتحاد كان في زاوية ضيقة، هسه في زاوية معدومة نهائيا، يعني مشكلة. يعني أنت أعلنت تأجيل الدوري ونظمت أمورك ورتبت الدوري وحطيت المواعيد، مع التأجيل هذا شو راح تعمل؟ راح تضطر. فأنا باعتقادي بداية الخطأ كانت من تأجيل الدوري في الأسابيع الماضية لما أعلن الاتحاد تأجيل الدوري شهر. أنا بعتقد ما كان لازم الاتحاد يأجل الدوري عشان استعدادات المنتخب الأولمبي،
عشان يروح معسكرات المنتخب. التأجيل المناسب اللي ممكن تتقبله الأندية ولو على مضض إنه تأجيل الدوري خلال تصفيات المنتخب خلال المشاركات، أما أن أنت تأجل الدوري قبل بشهر عشان المنتخب يستعد ويروح معسكرات وكمان في التصفيات ترد تأجل، فهاي أنا بعتقد هو كان الخطأ. لو ما تأجل الدوري خلال شهر وأجلته الفترة هاي فقط كان الأندية ممكن تتقبل الموضوع. نعم. كابتن خالد، عبر مصادر خاصة لرؤية في الاتحاد الآسيوي، وصل الاتحاد الآسيوي كتاب شديد اللهجة من الاتحاد الأردني يتحدث عن الضرر الكبير الذي يلحق بكرة القدم الأردنية جراء هذه التأجيلات وجراء هذا التخبط، لكن إلى الآن لم يلقى الاتحاد الأردني جواب على هذا الكتاب بالذات. يعني ما في عندي معلومة، يمكن هي مصادركم، بس أنا بشد علي الاتحاد إذا بتاخذ خطوة زي هاي لازم، لأنه يعني تخبط الاتحاد الآسيوي أربكنا إحنا وكمان سبب حرج للاتحاد مع الأندية، يعني كل هاي سببها الاتحاد الآسيوي في عدم برمجة المباريات بالشكل الصحيح. فإحنا أصلا المفروض أنه فعلا نخاطب الاتحاد الآسيوي ونبين له الضرر وحتى نطالب في تعويضات مالية للاتحاد وللأندية وللمنتخب نتيجة هذا الضرر. يعني الاتحاد فعلا مطالب بأنه يعني يستمع من الاتحاد الآسيوي على شو اللي صار، ليش التأجيل، كمان إذا أنت عملت كمان تأجيل فيعني أكيد الاتحاد راح يدخل في صدام عنيف مع الأندية. صعب الأندية تتقبل الآن أي تأجيل، خلاص أنت طلعت قرار تأجيل وقبلوه وما قبلوه هم أصلا على أساس أنه 16 نيسان يبلش الدوري، وعلى تنهدت الأندية وعلى مضض وقبلت، فما بالك لما تيجي أنت تحكي لهم كمان بدي أجل كمان أسبوع أو أسبوعين. ففعلا يعني الاتحاد أنا بعتقد في موقف لا يحسد عليه. طيب هو الاتحاد في موقف لا يحسد عليه وأيضا الأندية في موقف لا يحسد عليه، لكن شو متوقع منهم ينهم يعملوا يعني، وشو ذنب الوحدات والجزيرة بنفس الوقت؟ شوف هي يعني مفروض مطلوب خلوة يعني بين الأندية كلها وبين الاتحاد إنه يدرسوا، يعني في مواضيع في أهم في مهم للمواسم في القادمة في هذا الموسم تحصيل حاصل. لا ممكن تطلع أنت في قرار يعني أقل ضرر، يعني في قرارات يعني مثلا تأجيل الدوري في المرحلة الحالية أنا بعتقد قرار ظالم، يعني كان ممكن في مخرج أفضل، يعني ممكن ترحل مباراتين الجزيرة والوحدات، أنا بعتقد بحسب رأيي الشخصي أنه أقل ضرر من أقل تأجيل ضرر الدوري. نعم. فكان في مخارج أخرى، بس لأن الاتحاد يعني فعلا وضع حاله في مأزق. أيضا يمكن وجود مباراتين وديات للمنتخب الأول مع سوريا والسعودية يمكن لعب دور في هذا التأجيل، يعني كان الغطاء هو المنتخب الأولمبي، بس المنتخب الأول كان في السر هو له دور في تأجيل الدوري أيضا. إذا صار التأجيل بالنسبة للتصفيات الآسيوية راح يدخلوا في يعني توقيت مباريات الوحدات والجزيرة، هي مشكلة جديدة كمان. أنا بقول لك يعني هي تخربطت كل الأمور، يعني أنت مش عارف تبرمج الدوري، يعني الوحدات والجزيرة يناقشوا على الخارجي ولا يناقشوا على الدوري الداخلي، يعني الله يعين الكل على يعني فكرة. بتحس كل الجهات معها حق، الاتحاد معها حق إنه يعني كمان صارف على المنتخب الأولمبي البلاوي حقه إنه يفرغوا عشان ياخذ الفائده من هاي المباريات. ايضا الوحدات والجزيره كمان صعب انك انت تاخذ منهم لاعبين في مباريات مهمه في كاس الاتحاد الاسيوي، والانديه ايضا صعب انها تاجل المباريات لانه بتاثر على مستوى الفني. نعم. اذا النتائج الاوليه لسؤال شارك لهذه الليله، سؤالنا التوقعات لمباراه الاردن الوديه مع سوريا. الاجابه الاولى فوز الاردن 73% وفوز سوريا 16% وايضا التعادل 11%، إذن الثقة عالية بالمنتخب الوطني في الفترة الحالية. إن شاء الله نتمنى يعني الفوز راح يكون كثير مهم معنويا للمنتخب. كل الشكر لك كابتن خالد الخطاط محللنا الأكثر من رائع، يعطيك ألف عافية. الله يعطيك العافية. كل الشكر لك.